السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناة سير شاجي. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، الطماطم ابتدت تزيد اهي، الطماطم ابتدت تزيد اهي، طماطمية هناك، وادي تلاتة، ولسه في اصفر اهو. الاصفر ده هيطلع طماطم تاني، وفي طماطمية هناك اهي، وفي واحدة اهي، وفي واحدة صغنونة اهي، وفي واحدة كبيرة، وفي لسه في طماطم اهي برضو. يا جماعة والله العظيم تلاتة الطماطم دي، انا بادئها ان انا قطعت طماطماية وفضيت البذر اللي فيها، والطماطم تلاتة. ده خس، دي كرنب اهو، وطبعا بقى في حاجات ماتت اهي. ده كان نعناع ومات، لا اسمه ايه، كان ريحان ومات، ودي كانت فلفل برضو وابتدت تموت اهي، مش عارف ليه، بس لسه برضو هنشوف القصة بتاعتهم اهو. بس بصوا يا جماعة الطماطم، بصوا عاملين ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. فالموضوع حلو قوي. ودي زرعت فلفل اسمه ايه ده، نعناع سعودي، وده حاجة اسمها صبار شوكة المسيح، صبار شوكة المسيح اهي اهي. وفي ده والدي جايب الصبار ده، اسمه صبار شوكة المسيح اهي، او صبار اسمه ايفوربيا. وده طبعا روزميري ابتدى يطلع اهو، كنت انا قطعت فيه. بصوا الحاجات الصغننه اهي ابتدت تطلع اهي، نباتات صغيره. وده طبعا اللي هو النعناع السعودي، النعناع السعودي ده عامل زي الكلوريتس. بس ربنا يبارك ان شاء الله. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.